حفلا لتوزيع عدد من الأضاحي توزيعة على الفقراء والمحتاجين، ويأتي إطلاق عملية أضحية للمسن المتعفف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. المساعدات المقدمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والتي شملت برنامج أضحية إضافة لمساعدات أخرى لذوي الدخل المحدود، هي موضوع هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. نستضيف لهذا الغرض كل من الأستاذة لالة فاطمة من الصادق العربي، مستشارة فنية مكلفة بالعمل الاجتماعي. أهلا وسهلا بك ضيفتي الكريمة. نستضيف كذلك الدكتورة زينة محمد الأمين، مستشارة فنية مكلفة بتمكين الفئات الهشة. أهلا وسهلا بك ضيفتي الكريمة. قبل أن نبدأ مشاهدينا في النقاش، نتابع العنصر التمهيدي الذي عده الزميل بابا أحمد سالم. دعما لجهود الدولة في المجال الإنساني والاجتماعي وتوسعة على المحتاجين خلال فترة العيد، يأتي إطلاق عملية أضحية للمسن المتعفف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك بتنفيذ من وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. وتستفيد من هذه العملية في نسختها الأولى ولايات قدماغ العصابة وقرقل، ليبلغ عدد المستفيدين في هذه النسخة 400 مستفيد موزعين على الولايات الأربع. وقد تم اختيار المستفيدين بالتنسيق مع السلطات الإدارية والمصالح الجهوية للقطاع دعما للأسر المحتاجة والفئات الأكثر فقرا. المنتخبون المحليون ثمنوا هذا التدخل، معبرين عن شكرهم للوزارة والجهات التي واكبت إطلاق وتنفيذ العملية. كما عبر المستفيدون عن شكرهم للقائمين على العملية، مثمنين هذه المبادرة والتوقيت الذي تم إطلاقها فيه، وتأمل الجهات الوصية والقائمون على العملية أن يتم تطوير العملية خلال السنوات القادمة وتوسيع دائرة المستفيدين منها. فما هي الجهود المبذولة لتطوير عملية أضحيتي؟ وما هي الخطط المستقبلية للعملية خلال السنوات القادمة؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأهلا وسهلا بك ضيفتي الكريمة لالة فاطمة من جديد. أبدأ معك في البداية، تعطينا فكرة عامة عن استراتيجية الوزارة المتبعة في مجال مد يد العون للمحتاجين بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأهنئ الشعب الموريتاني بصفة عامة، والأمة الإسلامية بصفة خاصة، والأمة العربية. نحن نعرف أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية كانت الحماية الاجتماعية ركيزة من ركيزة برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، وتجسد ذلك موجه برنامج الحكومة السيد محمد البلال اللي تجسده وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. وفي هذا الإطار تقوم وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتضامن الاجتماعي واللحمة الوطنية، تعزيز اللحمة الوطنية من خلال التكفل والحماية والمساعدة الاجتماعية. من خلال ومن هنا فإن الوزارة تقوم بالتكفل بالمؤوزين المرضى المؤوزين، وكذلك التكفل وترقية المعوقين والاحتياجات الخاصة، ترقيتهم وتكفل بهم. كذلك تقوم الوزارة بوضع برامج خاصة للنساء مؤيلات الأسر. تدخل الوزارة أيضا بالكوارث الطبيعية، إذا تخلق الكوارث الطبيعية هناك تدخل خاص في هذا المجال، إغاثة معازرة المواطنين المنكوبين من خلال الكوارث الطبيعية، تقوم بمعازرتهم وتقوم تكفل بهم. إذا كل هذه الأمور تدخل في استراتيجية الحماية الاجتماعية. هذه الحماية الاجتماعية هي اللي من خلالها تنفذ الوزارة برامج خاصة لفئاتها المتخصصة، وبالتالي
كان برنامج أضحيتي أول برنامج تقوم به الوزارة، خصصته لفئة خاصة من فئات الهشة. شن هذه الفئة؟ فئة المسنين. هاي الفئة أصلا ما قد استفادت استفادة متخصصة، تستفاد في برامج أخرى. قال إنها تسلط إليها الضوء المرأة إلا فئة المسنين. قامت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صافية تتها بإطلاق هذا البرنامج في ولاية قديماق سليباب يوم 6 في الشهر الماضي، يوم الأربعاء الماضي 6/7/2022، حرصا إلى تقريب الخدمة من المواطن ومؤازرة المواطن المتعفف المسن اللي احنا كاملين نعرفوا أن المسنين كان لهم دور كبير في تربية الأجيال، كان دورهم كبير في بناء الوطن، كان لهم دور كبير في تأسيس الدولة الموريتانية. وبالتالي كانت هذه لفتة كريمة من وزيرة العمل الاجتماعي أنها تقوم هي بأمرها وتجي لوزارة ولاية قدماقة من أجل مؤازرة مواطنين في عيد الأضحى المبارك. احنا نختاروا هون نلفت الانتباه لأننا ما نعازروا الله في حالات الكوارث والله الحالات الخاصة والله حالات المرض، لا نعازروا في حالات الأفراح. اخترنا هون نعازروا هذه المسنين حالات الأفراح. وبالتالي هذا البرنامج قال أضحيتي وأول مرة تقوم به الوزارة لهذه الفئة من المسنين المتعففين. نزلنا لين جول برنامج أضحيتي إن شاء الله بشكل موسع، لكن بعد من نشكركم معنا الدكتورة زينة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. دائما في إطار استراتيجية الوزارة المتبعة لتمكين الفئات الهشة، شن هي الخطة المتبعة ومن تستهدف حسب الخريطة؟ زين، شكرا جزيلا، عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير بألف خير. كيف قالت السيدة المستشارة، القطاع دارك عنده توجه جديد عنه يشارك المواطن في أفراحه وأتراحه، وكل أينما كان المواطن يكون القطاع موجود معه. وفي مناسبة هذا العيد أطلق القطاع باقة خدمات مباشرة الأسبوع الماضي، الأسبوع قبل العيد، ياك يعود المواطن هذه الفئات الهشة كاملها وتعود حاسة عنها، عندها قطاع متضامن معاها يحميها، يحاول يكان يعود قريب منها، ياك يحسن من ظروفها الاقتصادية والاجتماعية. لذا هذه الفئات اللي له قطاع تابع يحمي الفئات الهشة كاملها بما فيها، كيف قالت لك الفئة اللي نحترمه كاملين المسنين اللي كانت فئة شبه منسية وهي من مهام القطاع، وكانت هذه لفتة كريمة وتضامن مع المسنين فقط مناسبة ظرفية صعيبة عليه للداخل ضرك ما فات الخريف الخلق وحالهم صعيب. مشى القطاع إلين جاهم إلين عقر دارهم وزع عليهم الخدمات. وسابق ندخل في ذيك التفاصيل، نختار نلفت الانتباه عن معالي الوزيرة جزاها الله خيرا، حرصت على الخدمة توصل لهم كل منطقة من هذه الولايات المستهدفة، يجيها حصص المستهدفين هم اللي يستلموا حصصهم مباشرة. شنو كانت الولايات المستهدفة؟ كانت قديماقة وسيلي والعصابة وقرقل. وفيما يخص الفئات الأخرى، كيف الفئات المعاقين ومرضى أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب للأسف الكلى بقع لا منهم، كانت كيف قلت لك باقة توزيعات تحويلات مالية الأسبوع اللي قبل العيد. استفادوا المعوقين من انطلاقة 3000 مشروع مدير للدخل، 3000 مشروع مدير للدخل، كل معاق له يجبر قرض ب 300,000 حكما عنه مثلا بلا فوائد ومثلا عنه بتقسيط المريح، ولا يكون على ذاك المجال اللي يعدل فيه مشروعه. وهذا تم انطلاقه يوم 30 في شهر 6 الاسبوع اللي سابق العيد. واستفادت مولي تم توزيع 72 مليون على مجموعة الأطفال المتعددة الإعاقة،
كلهم صرفت له 30,000 و 15,000 الفروق لا حسب الهشاشه، ادنى شيء 15,000 واعلى شيء 30,000، هذا يومين قبل العيد، يومين قبل عيد الاضحى المبارك. فمولي لاصحاب الامراض المزمنه صرفت لهم 1500 شخص استفاد من 10,000 فوقيه، واللي استفاد من 15,000 فوقيه، هذا يومين مولي قبل العيد. هذه باقه خدمات والله تحويلات ماليه استطاع القطاع انه يحولها لهذه المستفيدين بنهارين والله ذاك سابق العيد على المستوى الوطني. هذا من جهه. من جهه فم تكفل بامراض اصحاب الكلى مرصود لهم مليار و200 مليون اوقيه قديمه، يتعدل لهم منها تصفيه، عمليات تصفيه تقريبا ب 3 تصفيه، معدل 3 تصفيات للشهر كلها حسب حالته، تصفيه ب 14,000. وهذا اضافه على راتب والله معونه اجتماعيه، معونه اجتماعيه تجيهم شهريه، كل حد كامل من التصفيه عندك 15,000 وعندها حسابات على مستوى البسطه يسحبوها شهريا. ويضاف على ذاكم اللي تشترى لهم الادويه. وقبل اسبوعين خاض بيان مشترك بين معالي الوزيره ووزير الصحه بالتكفل باصحاب الكلى، تصفيه الكلى اللي منهم ما هو مؤمن كامل تكفلوا به دواه كامل وفحوص وادويته حالته كاملها. مكفل به والله يعدل تامين. ذوك اللي معدلهم تامين وحدهم، وذو اللي ما معدلهم تامين واللي يكفل به. تكفل وتو بالعلاج. تكفل بالعلاج كامل بشراء الادويه والتصفيه وذاك ذيك المعونات الاجتماعيه اللي تجيهم في شهريا. فهم اللي في اخرى هي هذه الاخوات اللي الحمد لله مبروك عليهم، هذا التوائم، توائم كاملين متكفل بهم القطاع، كل واحده منهم لين اللي تجبر الحمد لله توائم يتصل بها وعد لهم مساعده اجتماعيه خاصه، وتتكفل القطاع بها الصحيا ما زالت على مستوى المستشفى تكفل بها القطاع الصحي. سو كانت ظروفها شنو؟ اساسا احنا نتعامل لا مع الفئات اللي ضعيفه ماديا، درجه ناس الاخرى الحمد لله هشاشتها، احنا نتعامل لا معها حسب الهشاشه، وتنزاد ينزاد دعمنا للمستفيد لا مع ضعفه الاقتصادي هشاشته. القطاع موزع على المستشفيات المراكز الصحيه على المستوى الوطني مبالغ ماليه لمساعده المرضى المعدمين محتاجين، يتكفل بهم كاملين. ولين اللي يخلقون التوام يتكفلوا بها المراه هي الاطفال صحيا ذاك الوقت، وجيهم اللي مساعده اجتماعيه. وخلال هذا الشهر بات الحمد لله خلقوا منهم 8 وكاملين استفادوا من هذه المساعدات. شكرا جزيلا. نرجع لك الاستاذه لاله فاطمه بخصوص اضحيتي. هذا العام كم مقدم من الاضاحي للمسنين المتعافين؟ هذا العام قدمت 400 اضحيه ل 400 اسره، وتقسيمها كالاتي: 200 اسره لولايه قدماغه، وقسمت عليها 200 اسره هي اللي طلبتها معالي الوزيره السيده صليم تتها هي اللي قدمت طلبتها، و100 لولايه قدماغه قرقل، و100 لولايه الاصابع. وهذا برنامج اضحيتي عنده معيارين: معيار السن اولا يستفاد منه اللي حد فوق 55 سنة واللي استفاد من البرنامج، ومعيار مولي الاحتياج الفقر، هذا هو المعيار الثاني. والفئات الصلهشة هي فئات نحن أولا فيهم الأرامل، نساء مؤيلات الأسر، أمراض المزمنة، الناس اللي عندها الفشل الكلوي، والمسنين المتعففين الفقراء. وهذا كانت الاستفادة للنساء والرجال، كان في النساء والرجال لحد سواء. إذا هذا البرنامج خصوصيته أنه جا في وقت مناسب، وقت عيد الأضحى، خصوصيته مالي أنه بيئة المسنين، فئة خاصة. أك واضح.
إذا الوزارة كيف قالت مستشارة تدخلاتها متفاوتة والله مترامية الأطراف جميع الوطن شاملة جميع الأطراف. احنا نعرف أن عندنا تدخل الأطفال اللي عندهم الإعاقة وتعدد الإعاقة هذا استفادوا من أمهاتهم من كاش ترانسفير من خاصة من تحويلات مالية تحويلات نقدية خاصة بهم. نعرف أن عندنا مؤيدات الأسر والنساء مؤيدات الأسر والتعاونيات واستفادوا من النشاطات المدرة للدخل وعندنا تمكين المرأة مولي ذاك الشيء فيه أن الوزارة تدعم المبادرات النسوية المتميزة لها دعم مولي ذا النوع من الأمور. معناها أن الوزارة هدفها الأساسي هو رفع من مستوى الفئات الهشة ورفع من مستوى المرأة تمكينها ورفع من من المشاركة السياسية للمرأة. عندنا مولي تدخل في مشاركة سياسية للمرأة. بمعنى شنو معناها أنها الهدف هو تنمية تنمية المرأة بصفة عامة كذلك مولي مشاركتها في التنمية وتقليص الفقر ذاك واضح تقليص الفقر. لأن الحماية الاجتماعية تعتبر ركيزة من ركائز محاربة الفقر ومن ركائز التنمية المستدامة ذاك واضح إذا شكرا جزيلا. دائما في إطار الحماية الاجتماعية دكتورة زينة ذكرت الأخت لالة عن فهم شيء مقدم للمرأة مشاريع مدير للدخل وتمكين المرأة من أجل تقليص الفقر. نختار نعرف كانكم مثلا تطول الدعم للمشاريع أي مشروع انطرح والله فهم شيء محدود ما يقدر يتخطى هالقطاع. احنا واضح ان شكرا احنا واضح ان عن خارج شيء قالوا الاستقلاليه الاقتصاديه للمراه هي اللي تخولها استقلاليه الراي السياسي واستقلاليه كامله بصفه عامه. لما ما تعود المراه مستقله اقتصاديا تعود ما فات عادت حره ما فات عاد عندها راي ما فات. لذا دائما نشتغلوا عليه عندما تعود مستقله اقتصاديا من ناحيه الانتاجيه دائما يمولوا لها مشاريع منتجه تعود مثلا مجموعه نساء والله امراه عندها تجربه رائده عندها مثلا عندها زميلات فاهمين فكره معينه منتجه يمول لهم. دائما حسب دراسه الجدوى اللي تنطرح هي يخرصوا يا كانها عند مثلا ما دام مستقيت لك دراسه الجدوى وتمول وتعدل لها متابعه ويستفاد منها النساء. عندنا نساء ما شاء الله رائدات وعندنا صرفنا مبالغ كبيره في تمكين المراه. تمكين المراه هو اللي يخولها انها تعود عايشه بشكل مثلا بسلام. هي لين تعود مثلا عندها اطفال يعود بوهم ما هو مستعد يصرف عليهم والله ما هم هون والله ايتام والله ذا لين ما تعود هي منتجه لين تعود هي ضايعه واولادها ضايعين ومتشردين. لذا لان استقل القطاع على تمكين المراه من ناحيه الاقتصاديه اياك تعود تقوم بدورها الكامل كأم في حالتها عاتية معيلة الأسرة. طيب هون اختي نعرف كانكم تميزوا بين المرأة والفتاة من حيث تقديم المساعدة باللي فهم فتيات للأسف قرايتهم ما تواصلت متسربات تحت أي ظرف. اختي نعرف مولي هامش استفادتهم والله عندنا 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 مؤسسة عمومية تكون الفتيات المتسربات من التعليم قالها مركز الترقية النسوية ويرجو الفتيات يعدلوا فيه سنة سنتين حسب تخصصات فيه عدة تخصصات فيه الخياطة وفيه الطباعة السريعة وفيه الطبخ الفنتقة وفيه الحلاقة فيه مجموعة تخصصات يعود طالبها السوق يكونه ماتي تكوين يعود جيد ويقيسوا السوق
يعدلوا لهم الصف نهاية التخرج، يعدلوا لهم تمويلات كل مجموعة منهم، مثلا أصحابات الحلاقة كل مجموعة منهم يفتح لها صالون كوافيز ويتابعوا ويعودوا هم يسدوا ذاك الأساسي قاعد عند الغطاء، ما هم هوات يسدوا هذا غير يتكونوا هم عندهم منتجات، ما هم لين للمجتمع، ما هو مجتمع منتج حتى. يوم تقولي لهم هذا هاكو ولا يتقاسموا وتوماشي، قال يوم تقولي لهم هذا مشروع مدر الدخل اشتغلوا به وسدوه لنا بالتقسيط وعندكم متابعة، يعودوا ملزمات منهم، لا يعودوا ملزمات بيشتغلوا، يعودوا منتجات، وأحيانا يواصلوا ذاك المشروع، أحيانا يعودوا يتكونوا هماتي، يعودوا يعرفوا الشغلة ويتوزعوا مالي بين صالوهات وكل تعود عاد تشتغل، يعودوا احنا نضمنوا لها هي يعني عاد تضمنوا لها سوق العمل وتعود عاد شخص منتج ما تعود تايهة ولا تعود خاسرة قراية تبغى هكذا. طيب نرجع لك الأخت لالة، دائما في إطار تمكين المرأة نختار شوية ننحازوا للمرأة شيئا ما، لين عندنا باطلة نحن وحدنا تنزل فرصة المرأة. أنتم ذكرتوا قبيل نساء معيلات الأسر، مدركانكم فهم تمييز ذوك اللي كبارات في السن، والله أي واحدة معيلة للأسرة سواء كانت صغيرة في السن تقدمت في مشروع لهي ينعطالها الدعم مباشرة. والله شفتي النساء ويلات الأسر، احنا عندنا إدارة قالها إدارة الأسرة والتربية النسوية. الإدارة عندها سجلات، ديك السجلات تجيهم النساء اللي عندهم نزاعات أسرية ويسجلوا كاملات، لك واضح فيها اللي تود امرأة شابة صغيرة ولا قد تكمل دراستها وتعرضت لمرياش بريكوس الزواج المبكر وضاع مستقبلها وآتموا إلى الأسرة وهي ظروفها خاصة فقيرة وأمية ولا عندها، معناها لأن عندنا تصنيف في هذه الإدارة مصنفين فيه جميع حسب الأولوية، ذاك واضح. وبالتالي هؤلاء النساء هم اللي عندهم الأولوية في المشاريع. اللائحة تقدم إدارة التعاون وإدارة الأسرة تمشي اللائحة إدارة التعاون وفيها جميع البيانات حتى سكنها، كانوا بيتون كانوا سنج كانوا كوخ، هذا كامل البيانات كاملة فيها، وعدد الأطفال وعدد الزيجات وعدد ونسبة لحقتنا نسبة المدرسة، واضح. هذا هو اللي الأساسه تنطى التمويلات، الناس كاملة بتقدم فيها حسب الأولوية وحسب المعايير. تفضلي. هذا بالنسبة لتمكين دعم النساء مؤيلات الأسر، هم اللي دعم المبادرات الشابات اللي يحملوا الشهادات، هم الشابات اللي تخرجوا من الجامعة وعندهم مبادرات متميزة، هذا هم اللي يطرحوا مشاريعهم وتندرس ويدعموا، واضح. فهم الدعم هم اللي السيدات الأعمال، السيدات اللي عندهم الحمد لله الأعمال وتقدموا عندهم خبرة في العمل التجاري والعمل الميداني، هذا هم اللي معناها أن التمويلات حسب خاصين في الدعم خاصين بدفي. حنا النساء الموريتانيات ما عندنا رؤوس أموال ولا عندنا مشاركين في البنوك ولا عندنا قروض الكبرى، لك واضح. وين هي مرة عندها بنك؟ وين هي مرة عندها مشروع كبير؟ وين هي مرة عندها مرصة؟ واضح. معناها لأن احنا ما لنا قابلين تتم الاستثمارات الكبرى لا للرجال لا. وسقف الدعم اللي تعطوه سيدات العمل كم يلحق؟ حسب الدراسة الجدوائية تقنعها. عادة ثانية ينعطاهم كم تقريبا؟ فهمت تكتل النساء اللي في 10 مليون 15 مليون، قال احنا هم نظرة ان شاء الله في المستقبل لان ود عند ودهم هم لان ما انتم ولا هم لان النساء لان هم ود عندهم نسبتهم هم في الاستثمار الوطني، ود عندهم قطاع ارضيه لهم هم وعندهم مشاريع كبرى لهم هم وبنك للنساء، لك واضح. معناها لان هذا هو اللي في المستقبل لها من ان شاء الله هو فهم هم اللي طفوا للصقرة اختاروا هم اللي نرجعوا ليها، لان فهم ذوك المربيات اللي يتكونوا في المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي الى تربية الطفل الصقرة، ولان يتخرجوا
هم اللي دعمتهم الوزارة يفتحوا رجال الأطفال هم هم يا أخواته ويقروا فيهم الأطفال. أولا يبدأوا بدعم الوزارة تعطيهم تمويلات وتساعدهم مدة سنة وبعدين يقدروا يرجعوهم على تمويلهم الخاص. طيب هذا بعدين رجعوا مدي مرة أخرى على برنامج أضحيتي. هذا برنامج أضحيتي برنامج إن شاء الله هو ليعمم هذا مبادرة من إن شاء الله لهنا نرجعوا له بقدر التفصيل. سابق ناخذوا موضوع دائما مؤازرة المرأة وتمكينها، نختار نعرف طريقة أخذ بعد كاع المستفيدات المعايير اللي مطلوبة واللي أنتم تكبروا بعين الاعتبار شنو؟ سابق ندخل في ذاك كيف قلت لكم أن احنا الشي كامل لا يخول للمرأة عنها تعود منتجة حريصة عليه القطاع، وذلك معدلين توجه جديد في أخباره ذاك الالتزام اللي عدل فخامة رئيس الجمهورية 100,000 مقعد في التعليم ما قبل المدرسي، نظرا لأن المرأة لابد لها من تعود عندها وقت حر ياكد قد تشتغل ياكد قد تعود منتجة. القطاع حريص ذلك على أنه يحاول يعدل أكبر كم من ذاك الالتزام اللي قال فخامة رئيس الجمهورية اللي هو 100 مقعد، ومتباركين معنا عدلوا تقريبا نسبة 30-40% منه ياكل المرأة تعود عندها وقتها تقدر تعود تخلي الطفل في الروضة وتمشي هي كانت قد تعدل من الأعمال. اللي تقولي هذه العملية عندها لجنة فنية مخصصة لها وتطرح لها المعايير، وأساسا اللي قلتها لك مرة والله انتين لا هي قضية دراسة الجدوى هي اللي توضح مدى فهم المرأة المجموعة والله السيدة مشروعها الظروف اللي لها هي احتمالية نسبة احتمالية نجاحه، وتطرحوا الناس كاملة متكادة يطرحوا المشاريع عن طريق قيادة إدارة الأسرة والإدارات الجهوية، ويجي لجنة فيها قطاعات ويعدلوا جرد للملفات اللي تستحق تمول وتوفي المسطرة العادية إلين اللي ينفرزوا ويعدل محضة وينطرصوا وتعدل لهم الأجنة الفنية المتابعة تتابعهم. وتجربة بعد الفات لها ما شاء الله تجربة زينة استفاد منها ياسر من العليات عندي عانية من 3,000 قرض فاتت استفاد منها يعطات العام. طيب بخصوص دائما هذه تمويلات نختار نعرف إذا كانكم هذو السيدات اللي مثلا عندهم فقر كنتم نقولوا عنهم تحت خط الفقر كانكم أنتم تقدموا لهم إرشادات توضحوا لهم تفاصلوا لهم أيديهم فطريقة أنهم يعودوا منتجات وطريقة متابعتهم اللي يكنهم يردوا هذه المبالغ. تمام دائما هذو السيدات اللي مستهدفات يعد لهم تكوين في التسيير مبسط تمام بطبيعة الحال عنه مبسط، ويكلم معهم الله باللهجة اللي يعرفوا كيف كلمة تكلم لهجة اللي تكلم أنا بها ورك أنا اخترت نتكلم بالحسانية مالي كيف المستشارة تكلم بالعربية ياكل الناس كاملة تسمع اللي نقول. يعد لهم تكوين بسيط على طريقة تسيير هذه المبالغ البسيطة ذوك يطلبوا ولا ذاك اللي قدوا يسيروا أحيانا واحدة تعود الدور تعود نجاية والله تبيع شو الملعب بسيط والله طابلة والله كريدي والله شيء ذا كيفه بلغته هي يكلم معها وتفهم الطريقة اللي تقدر تحافظ بها على هذا المشروع اللي ذا هو وتمشي إن في شيء إن تسدد. وعادة ذيك المشاريع البسيطة عادة هي اللي ناجحين ولا عندهم مشكلة وتعود البرا مشي الحال وتركها يقراو وينقزوا عليها، وهذا هو الأساسي عندنا إحنا استمرار مشوار الدراسي للأطفال. وتعود هي أم اللي امرأة منتجة وتعرف عنها لابد أن تعود منتجة ما تم تعود اتكالية تأكل على الناس الأخرى اللي هل والله السيد والله. جيد نرجع لك أستاذة لالة نرجع لأضحيتي هي هذا العام أول مرة تخلق ذكرت إنها شملت 3 ولايات وقسمت 400 أضحية. نختار نعرف إذا كان فم دراسة تشمل أكثر
من المستفيدين وملي فم درك فم جدوائية انها تم دائما مستمرة في اعياد كاملة. ان شاء الله شفتي هذا برنامج وضحيتي كان برنامج معالي الوزيرة اللي اختارت فئة المسنين اللي ما قط وخصص لها شيء خاص بها تلفت الانتباه عليها اولا شكرها بعد يعني في حنك مسلمين عفوا ان الحمد لله يفهم احترام وفهم كل شيء غير مول الله الاولى مو التطور اللي ادري لين نساوي ياسر من ذاك النوع من التكافل الاجتماعي واضح وبالتالي خطرت معالي الوزيره تلفت انتباه على ذي الفئه المهمه اللي فيها البركه اللي حقيقه ضحات وربات لانها يعد لها شيء خاص بها وهي داخله فعلا في برامج نحن الخاصه بهم برنامج وزاره العمل الاجتماعي لفئه المسنين داخله فيه قال ما قط وعد لها شيء خاص به هذه اول مره تعد وبالتالي استراتيجيه الحمايه الاجتماعيه فيها محور خاص بفئه المسنين وهي بدايه ان شاء الله تنفيذ الاستراتيجيه وبدايه اللي تعد برامج شامله للمسنين ما هي اللي اضحيتي اللي توجد برامج اخرى مدروسه طرد خبير وعد دراسه خاصه على المسنين على مستوى الوطني لان احنا نعرفوا ان فئه المسنين سنه 1977 كانت 6.7 من المجتمع الموريتاني. سنه 2013 تمت اللا 7 قد تم ذهابته الى هونودو. اخ واضح ونعرفوا ان سن التقاعد من 55 الى 63 على الشعب الموريتاني فئه المسنين ما كانت فيه. قال بدات فئه المسنين الحمد لله رغم الظروف الصحيه لا يرجع الى وزاره الصحه ولا الى العمل الحمد لله الصحي بدا مولي فهم امل الامر اخ واضح لان فهم امل الحمد لله لان عاد المسنين عندنا في امل المسنين ثابت احنا كنا شعب شبابي مسنين كانوا قد 2000 اخ واضح وبالتالي استراتيجيه الحمايه الاجتماعيه فيها محور خاص بالمسنين وبالتالي تعد دراسه خاصه على المسنين الموريتاني ويشاف ذاك اللي قد يقدم لهم من الرعايه ومن التكفل. اخواته المستقبل وهذه كانت بدايه مباركه وجيده برامج اضحيتي وليستمر ان شاء الله برنامج للمسنين المتعففين. طيب شكرا بالإضافة إلى أضحيتي نظرك أنكم تقدموا شيء للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال اللي ذويهم فقراء لماذا ما تتخارج لبستي مثلا خاصة بالعيد شكرا فيما يخص لقات لكم السيدة المستشارة إحنا هون كنا بداية طرحنا شغلتنا عند الفكرة لهن جسدوها متباركين مع عبد البرنامج قلنا عنا نختارهم ويحسوا عن فهم حد عالم بيهم والله ما هو ناسيهم اللي هم المسنين ولينا مشينا في أضغال قديماقة فعلا خالقة مسنة من مواليد 40 احنا عندنا لوائح المعايير اللي مطروحة أساسها تاريخ الميلاد واحدة من مواليد 40 قالت لي الله يجازيكم اللي حجلنا لكم وشبتونا بارواقيش وجيتونا ياك تعيدون سبحان الله والله اللي تقولي والله ما شاء الله لنا طفل عندنا كيف ما قلت لك ضرك 72 مليون مقسم الاسبوع الماضي على الاطفال متعددي الاعاقه مقسم عليهم مناسبه العيد قال لهم اللي يجبره 30,000 واللي يجبره 15,000 وخالق إعانة أخرى أعطيها لهم فخامة رئيس الجمهورية 20,000 رقية شهرية واللي متواصلة لهم هم الأطفال متعددي الإعاقة هذا بما يخص الطفولة للمعاقة وبما يخص الطفولة الأخرى إحنا عندنا مركز قال مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال فيه الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة أساسا اللي يهلهم أكثر هشاشة هذا المركز عنده عدة فروع للمستوى الوطني
ويستقبل أطفال ضحايا التسرب المدرسي اللي تسربوا من الصف المدرسي لسبب أو لآخر. يستقبلهم المركز، يعدل لهم سنة تمهيدية، ويوفر لهم المأكل والملبس طيلة سنة دراسية تمهيدية، ويدمجهم في المدرسة، يدمجهم في الصف الدراسي اللي مناسب لهم. وعندهم اللي عندهم اللي خالقة في أخرى مهمة حتى من أطفالنا، هي بيئة الأيتام. عندهم اللي عيد وطني يوزعوا عليها الملابس والهدايا والألعاب في يوم 15 في رمضان، هو يوم العيد الإسلامي، العالم الإسلامي لعيد اليتيم، ويعدل كل 15 في رمضان مجموعة كبيرة من الأيتام، يظل يقبضوا لهم المركز، يقبضوا لهم بارك، ويظلوا موفرين لهم الألعاب لعل يعودوا ما قط متاح لهم فرصتهم يلعبوا فيهم. شهر زاد مثلا يقبضوها لهم أحيانا، يكسروا لهم الهدايا ويشتروا لهم ملابس، وهذا كأنه نوع من التضامن مع هذه البيئة الأخرى اللي مهمة، وبأبنائنا من أهم أشياء المستقبل. صحيح. واللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني هذا القطاع عنده ياسر من الفئات مهتم بيها. وعندنا واللي الأسر كاملها اللي الأسر اللي ضعيفة يوزع عليها القطاع حصص غذائية كل موسم. إذن طيب، نرجع لك الأستاذة لالا بخصوص دائما توزيع هذه المواد الغذائية اللي ذكرت فيها. أختي نعرف كان ثم أوقات ثابتة في السنة هي اللي تستهدف بها الفقراء، مثلا موسم رمضان مثلا، والله كان ثم دائما فترات محددة تقدموها فيها. والله عندنا إفطار الصائم في رمضان، في رمضان المبارك السنة انقسمت إفطار الصائم إلى ألف أسرة في 5 ولايات، ولاية نوادبو وأدراء وتقانت وقديماقة، نوادبو. معالي الوزيرة صفية قدمت في نوادبو طلقت إفطار الصائم. عندنا مدلي زكاة الفطر بالتعاون مع شركائنا في التنمية، قسموا مدلي زكاة الفطر على الأسر المحتاجة. وعندنا أضحيتي اللي أول مرة، وهذا كامل من الأمور يدخل في إطار تقديم الخدمة للفئات الهشة. هذا واضح، الخدمة الاجتماعية. كذلك فهم للتشجيع المتفوقات، تم درس البنات وصار اللي دائما تشجع البنات المتفوقات في الامتحانات الوطنية في البكالوريا وفي كونكور وفي بريفا، تشجعهم ماديا بتشجيع مادي بجوائز مادية. كم تصل تقريبا؟ تصل 400,000 البكالوريا حسب كل الأولى والثانية من كل فريق، من كل تخصص. وبالتالي هذا من اللي شجع البنات إلى متابعة مواصلة الدراسة وأهمية الدراسة. إذا هاي الأمور كاملة اللي تقوم بها الوزارة، وكيف قلت لكم العمل الاجتماعي اللي هو عملها هي وزارة العمل الاجتماعي. كيف قلت لكم أنا العمل الاجتماعي وطبعا ركيزة من ركيزة التقدم والبلدان، ما دام البلد يقدم الخدمة الاجتماعية وبطريقة اللي يلا تقدم بها، هذا من اللي يخفف الأعباء عن الأعباء ويقدم اللي يقدم البلدان. نشوف في البلدان اللي احنا المجاورين على سبيل المثال، وزارة العمل الاجتماعي هي الوزارة المحورية، هي أكبر وزارات وميزانيتها أكبر من ميزانية التعليم وأكبر من ميزانية الصحة. هذا خارج البلدان، حنانا وزارة العمل الاجتماعي ميزانيتها أكبر من وزارة التعليم. هذه رسالة واضحة. إذا شكرا جزيلا، نرجع لك الزينة. دائما في إطار الإعانات وتضامن مع هذه الفئات اللي تحتاج للمؤازرة، نختي نعرف طبيعة الأعمال اللي ما تكلمنا عنها الأخرى اللي تدخل في هذا الإطار.
لا تم دائما واللي زدان اطرح مقام على المستشاره في اخبار اضحيتي. اضحيتي هون رساله واضحه عن الحمد لله الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه مثل ردت على العالم اللي يتخلص من المسنين يحدد لهم دور يحدد لهم يتخلص منهم. احنا الحمد لله نضامن معاهم ونجيهم ونعيدوا لهم ونجوهم في 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 اقصى نقطة من البلاد بالحدود. هذه الفئات كيف ما قلت لك عنا نبدأ لك والله نعجلك شوي. هذو لأصحاب الأمراض المزمنة حد كامل عنده دواء ما ينقطع، عنده إعانة جل القطاع، عنده إعانة شهرية عند القطاع مبلغ مالي يعاونوا في شراء الدواء. هذه الأمراض المزمنة العامة كيف السكر وكيف التغذيه وذاش هلي الأنكولوجيا عندهم إعانة شهرية 15 ألف هم اللي ما شالهم شهريا. هلي الفشل الكلوي عندهم اللي ذيك 15 ألف شهرية ماشى دائما. وهذا الكلى بإضافة ذيك الإعانة الشهرية شراء الأدوية والفحوصات والتصفية اللي معدلها كل مريض حسب خصوصيته اللي 4 مرات للأسف في الشهر واللي 3 واللي 2 حسب القطاع متكفل بها كاملة. والناس اللي مولي عندها مشاكل في القلب القطاع مولي يساهم في دواها على مستوى المركز الوطني لأمراض القلب عندنا اتفاقية مع المركز الوطني. وهذه في هذه الفترة وركاذ الشهر القليل 2 والله ذاك ذات تعدلت 158 عملية صار على حساب الوزارة صار فيها 100 مليون أوقية قديمة 100 مليون شاركة فيها وتوفر شاركة فيها. هذول المرافق الصحية على المستوى الوطني كاملها كل مركز صحي مشيله وزع شور القطاع حولوا القطاع مبلغ مالي للمرضى المحتاجين. يجي حد ما عنده باش يداو ذا هو مبلغ مالي طرحته شؤون العمل الاجتماعي يداوى به ذاك المريض يخصه شنو يكون يتصل بالمديرة الجهوية للقطاع وتقبله انشارج هو كان اللي يثبت عنه توفى مريض معدي محتاج يداوى على حساب القطاع على بركة الله. وكيف قلت لكم اللي ذوك التوائم غير احنا نتكلموا لا على ناس ضعيفة الناس الاخرى يعينها وعينها يعطيها العافية يغنينا ويغنيها يا الله يخلوا هذا للناس الاخرى اللي بحاجتهم به. والقطاع حريص على ان ما تعود شاردة ولا واردة في شيء يعني ما تدخل فيها في الوقت المناسب بالنسبة لك التوائم اللي ذكرت عنهم اللي أمهاتهم ضعيفات شنبت المعونة اللي تقدم لهم در كانها شاملة كنتم نقولوا كشوتي رأيك رأيتي الاسم أول شكرا على الاسم لا هنا قبضوا منك والله نشتروه باطل هادي توركم هادي توركم دولتنا حاقول والله كشوتي اللي تقولي لا العمد اللي تجي للمركز الصحي يتكفل المستشفى والله المركز الصحي اللي فيه من خلاله تكفل بها القطاع من خلال صحية ذاك الوقت علاجها بعد قعفم علاجها ذاك الوقت هي تعود قاع ما عاد باش تشتري ايش يسوي التعايم اللي تعود كانت ما كانت مستعده وجهها اللي تعود كانت اللي قاع على بدلها من عمليه مثلا قيصريه حتى يعني التوائم عاده وتعود هي ضعيفه وتعبانه وتركها لبدل من رعايه خاصه دائما يقولون تركها راه هو كل كذا والله وجهها دعم مادي ساعدها على الظروف والبنت تركها وكشاتهم وذاك الشيء دائما يعود دعم معتبر وتوفي ساعدها وتم اللي متابعين الحاله. احنا هذه الحالات كامله اللي عندنا باختصار عندنا الهم واللي متابعه عندنا الهم متابعه لعل مثلا يدخلوا الطب هذا الشاشره والله شيء هي لعل يدخلوا دائما القطاع متكفل القطاع متكفل بهم لين اللي يفوتوا يوقفوا عليه جيد. لا سابقنا ختمه بالاضافه الى برنامج اضحيتي
لعلك فم إضافات تختاري تضيفيها قبل الختام. على كل حال شكر التلفزة على البرنامج، ولا نقول لكم أن وزارة العمل الاجتماعي لأنها قريبة من المواطن، وخدماتها مفتوحة ومكاتبها مفتحة وإدارات الجوية مفتوحة، واضح ولأنها تحت خدمة المواطن وقد وتحت خدمته وبرامجها كاملة اللي تعدل على مستوى الوطني وعلى مستوى الجهوي. عندنا مديرياتنا الجهوية على مستوى الولايات نفس الشيء، وعلنا بالمؤوزين وهل الفشل الكلوي وهل الأمراض المزمنة هذا كامل متكفلة به وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. راجين تكون بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. تفضلي أخت زينة. شكرا جزيلا. نختار تو نلفت انتباه الرأي العام أن وزارة العمل الاجتماعي عندها ظهر كرادة جديدة لعنها تعود قريب كي قالت المستشارة من المواطن وتقدم الخدمة للمواطن البسيط من دون وساطة ومن دون تدخل ومن دون أي شيء يخص الله ويعود يعرف ما له. إذا شكرا جزيلا لكم. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. أشكر ضيفتي الكريمتين الأستاذة لالة فاطمة الصادق العربي مستشارة فنية مكلفة بالعمل الاجتماعي بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. شكرا جزيلا لك وعيدك مبارك. شكرا. شكرا جزيلا للدكتورة زينة بنت محمد الأمين مستشارة فنية مكلفة بتمكين الفئات الهشة. أشكرك جزيل الشكر وأبارك لك أيضا عيد الأضحى المبارك. أشكرك على رحابة الصدر وأشكرك أنت أيضا كذلك على رحابة الصدر. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة. تحية من فريق العمل. دمتم بخير. إلى اللقاء.